ليه يبغى خلاص؟ لا يبدأ يجي. أنا خلاص ليبل كله وبعدين نسوي كم موزع كله. لا لسه حبيبي أنا أسوي يد جلدي، هات زيادة فيه. أوكي يلا. اللعبة هذيك حق الريموت نفسه رحنا ورجعنا مرة ثانية سوينا سببنا مشكلة معاهم. ما هو انت لا انت وانت بتطلب ما حددتش بالظبط برضه اللي انت عايزه. انت شفته بيركب بسرعات او مش عارف كذا لان ساعات يعني خالي والله خلي بالك خلي بالك بسبب ها حته النيبول اللي بيعملها سفراش كلها مع مثلا مخالفه ياخدها ابو حكيم مع مش عارف كذا بسبب الاتصالات اللي في الحوادث اللي بتعملها خصوصا بتاعت كانتو نفسها وكان في كذا حادثه بس غير البيت تعمل كله بس دي كده هات لي ورقه بنيه مسلم انا روسيتو ها بكره قال بكره الصبح قال لي بشوف اليوم عطني واذا ما في تعال تستلم السياره على راحتك بنشوف حتى في الاونلاين يعني اكسبرس موجود فيه اكسبرس صح؟ علي اكسبرس بس هو يجيب لنا الاسم بالضبط عشان ما نروحش نطلب حاجه ثانيه خلني اشوف البرنامج حق اكسبرس موجود عندي اقدر ان انا اطلب من امه انا قبل كده ما انا جايب الشغف هتيجي مش هتقول لا بس الفكره كلها لازم انت فاهم القطعه بالملي ايه فاهم عشان هتيجي ما ترجعش حاجه ثانيه علي اكس يعني انا واقف عليا فسيق وعاملها 350 ريال والتليفون اصلا انتوا 450 حلو جبتها في 60 ريال وجبتها ب 50 ريال وقفت عليها ب 110 تدري يا محمد لقيت لت حق سوناتا ترى فيها دائما تصير اغلاط
ليد حق سونات اللي يجيك كذا في انوار. فرحت سالت علي في محلات الزينه ب 1750، قلت له خلاص ما بروح ادخل لك انا واخوي على اليكس بريس.